نائب الحكومة تستمر في مسلسل تشابه الأسماء، هذه المرة في مؤسسة الشهداء. فهذا الرجل توفيت ابنته في عام 2015 وهي في الصف الثاني المتوسط، 6 سنوات، وهو يتقاضى راتبا لها، لكنه تفاجأ اليوم أن راتبها قطع، والسبب الانتماء للعصابات الإرهابية. معقولة ورا 6 سنين نهضت من القبر وسوت نفسها داعشية، أو النظام هذا الميت يمها الفاطس يمها داعشي سواها داعشية؟ معقول هذا الحكي يصير؟ يعني هسه أي واحد تجي على دارة الشهداء يقول لك ما معقولة هذه، تروح على التقاعد يقول لك ما معقولة، زين ما معقولة، ليش أنتم عدل قطعتوا الراتب مالها؟ التشابه والتدقيق الأمنية ليس هو فقط المعضلة في مؤسسة الشهداء، فالرواتب المتراكمة متوقفة عن البسطاء، أما أصحاب المحسوبية فبشرى لهم وبوقت قياسي. هذا الحكومة مع الفلوس، تنطي فلوس لك، ما تنطي فلوس روح الله معك. الله وكيلك أنا مشي معاملة مصاب، عندي عجز 50%، وطالب من كل المسؤولين اليوم 3 سنوات، يعني معاملة صارف عليها أكثر من 2,000,000، والله العظيم ما مستلم ولا ربع دينار ما مستلم. المؤسسة تعزو الأمر إلى بغداد وإلى الإدارة المحلية أيضا، فكتبهم الرسمية لا مجيب لها، حتى الأراضي التي خصصت لهم لا تغني ولا تسمن من جوع. فمشاكل تلك الأراضي سياسية، وخير شاهد لها منطقة جليبخان التي ما تزال بين مد وجزر. فيما يخص مسألة المتراكم التقاعدي من 2019 ولحد الآن متوقف، هيئة التقاعد الوطنية لم تصرف بصراحة يعني المتراكم التقاعدي لذوي الشهداء إلى الآن، رغم المطالبات والكتب المتعددة التي تم إرسالها إلى بغداد وإلى هيئة التقاعد الوطنية، وكذلك من خلال مؤسسة الشهداء. نأمل بالأيام المقبلة يكون إنصاف للشريحة ذوي الشهداء والمصابين بما يخص مسألة المتراكم. وبما يخص قضية التصاريح الأمنية، مجموعة من القوائم وردتنا من مؤسستنا من بغداد بإيقاف تلك المعاملات. نختم تقريرنا بأم العجائب، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ومتهم بتشابه الأسماء والدعشنة، ووالده لم يقدر رغم مرور شهرين على رفع هذا التشابه. من الموصل يا أحمد جفال، قناة دجلة الفضائية.